السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن طريقتين، طبعا طريقة بطء استجابة كيبورد أو لوحة المفاتيح للهاتف سامسونج، وكذلك عدم عمل لوحة المفاتيح سامسونج. فلنبدأ بالطريقة الأولى. طبعا عندما تريد أن تكتب بلوحة المفاتيح كما هو مضيع معك لوحة المفاتيح، تكون في بطء كما ترون، بطء فقط. ما عليك سوى أن تتخلص فيها من هذه المشكلة أن تقوم بغلق الشاشة. اغلق الشاشة ثم قم بفتح الشاشة، سترى أن هذه المشكلة قد حلت. هذه طريقة. أما طريقة الثانية التي سنتحدث عنها، طريقة حل مشكلة عدم استجابة لوحة المفاتيح أو عدم عمل لوحة المفاتيح. نعم أخوان، بالبداية نذهب إلى الضبط، ومن خلال الضبط نذهب إلى الإدارة العامة، ومن الإدارة العامة نذهب إلى قائمة لوحة المفاتيح والافتراضي. نقوم بإغلاق الكتاب الصوت من الجوجل كما ترون، ومن ثم نذهب طبعا إلى التطبيقات كما هو مبين أمامكم، ومن خلال التطبيق نضغط على نقاط ثلاث تطبيقات كما ترون. هذه نضغط عليه تظهر لنا هذه القائمة، التصفية والفرس. نقوم بتفعيل إظهار تطبيقات النظام، نضغط عليه كما ترون، ستظهر لنا تطبيقات نظام الأندرويد جميعها. ومن ثم نكتب هنا في خانة البحث طبعا لوحة المفاتيح، ستظهر لدينا طبعا بعد أن قمنا بإظهار جميع النظام أو تطبيقات نظام الأندرويد. نضغط عليه، نعم كما هو مبين أمامكم. نذهب طبعا إلى مكان التخزين، نقوم طبعا بمسح البيانات، ومن ثم نذهب إلى الأدونات، ومن خلال الأدونات تقوم بتفعيل. أنا لدي تفعيل طبعا، هو لربما يظهر لك عدم السماح، تقول له سماح، ومن ثم تذهب إلى الكاميرا تقول له سماح، الأجهزة المجاورة سماح، وهكذا. ومن ثم تخرج من جميع التطبيقات المفتوحة، ومن ثم تقوم طبعا بإعادة تشغيل الهاتف. ستحل المشكلة عدم استجابة أو عدم عمل كيبورد أو لوحة مفاتيح سامسونج بإذن الله. والطريقة الثانية طبعا عندما يكون هناك بطء في استجابة كيبورد تحل كذلك، أو باستطاعتك أن تقوم بغلق الشاشة فقط بالنقر على زر الباور أو زر القفل، ومن ثم تقوم بفتحه كذلك، سترى أن عملية البطء في استجابة كيبورد تحل. إذا هناك طريقتان، طريقة بطء وطريقة عدم الاستجابة أشرنا إليه. وإن كنت من المشاهدين الجدد ننصحك بالاشتراك في قناتنا حتى يصلك كل جديد ما ننشره من الفيديوهات، ونستودعكم بالله ودمتم بألف خير.